السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خالد فاضل شيخ مصطفى، اتفضل أنا عندي سؤال يا شيخ مصطفى. اتفضل. فضل الله عليك من عباد الصالحين يا رب. وياك. الوقت اللي هو أنا ما صليتش الفجر في جماعة بعد مرة أو أكثر من مرة، وصليته في البيت في ميعاده، هل دوت من الكبائر أم من الصغائر؟ صليته في قبل طلوع الشمس؟ نعم. صليت قبل طلوع الشمس في وقته، لكن إذا ينظر هل أنت كنت متكاسلا عن الجماعة؟ متكاسل يا شيخ، متكاسل. متكاسل؟ اعلم أن النبي قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. نعم. فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتكاسل عن صلاة الفجر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا إذا كنت مريضا. السلام عليكم.